بمشاركة 15 جمعية وأكثر من 100 متطوع، بادر شباب دائرة جعفر شمال ولاية برج بوعريريج بالتنسيق مع الدرك الوطني ومصالح الغابات إلى إطلاق مبادرة تطوعية لمراقبة، حراسة وتنظيف غابات المنطقة والتي حملت اسم الفقيد جمال بن سماعين. احنا المبادرة هذه جات في ظل الحرائق اللي اجتاحت أغلبية غابات التراب الوطني. احنا ارتأينا ان نديروا هذه التنسيقية وهذه المبادرة باش نحافظوا على غابتنا ونحافظوا على هذا الارث الغابي اللي عندنا هنا في جعفرة. والحمد لله لقينا تجاوب من مختلف الجمعيات عبر كامل تراب الدائرة. يتوزع الشباب المتطوع من مختلف بلديات جعفرة على كل المناطق الغابية في دوريات حراسة تنشط على مدار 24 ساعة. احنا في جوج نخدمو في الليل وجماعة جوج يخدمو في النهار، وهما بطبيعة الحال فيكولي ساعات فيكولي ساعات ندخلو الغابة نيطوايو لي زاردور ولا الأغصان هذو المكسرين، ولا كي نشوفو حاجة هكذا نشوفها هكذا تاع دخان ولا مباشرة نسقو بيناتنا تليفون بعضنا ونعيطو لعبلاوي رئيس التنسيقية. لي جروب صباح، لي جروب ذكزال، لي جروب العشاء، تروا جروب بار جور نسعس ان شاء الله شمو يسيلي ان شاء الله نكون ذليجان أقلا غذي أفوس دقفوس أنا مع وأنا كنمان لا ذي باش هو أنا أنطفو لما قل غبي دي قرانك أباش كون أثنى الجيري كومبلي ثرغا وكوني جي بريفارة سقيمة كوتسرو غارة إن شاء الله. تمتد مبادرة التنسيقية في الأشهر القادمة إلى إطلاق عمليات تشجير واسعة وتنظيم نشاطات ترفيهية وسياحية للحفاظ على الثروة الغابية.